إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد وشرح جديد على قناتكم قناة تايجر سات لتركيب واستقبال الاقمار. معانا النهاردة طريقة سحب ملف القنوات والفلاش اللي هو السوفت من على جهاز السام بلس. كتير مننا ما يعرفش الطريقة، واحيانا بنحب نسحب الملفات من على الرسيفر بغرض ان انا لو لا قدر الله حطيت ملف قنوات غلط، او حصل معاه مشكلة في ملف قنوات، او حبيت انزل ملف قنوات بس مش متأكد ان الملف ده تبع الجهاز. لبعض الاجهزة يعني بيبقاش متوفر لها ملفات، فبضطر انزل ملف يكون لجهاز تاني برضو من نفس السام بلس، يعني تابع للسام بلس، فباخد ملف القنوات وانزله، فبقول احتمال ان الجهاز بتاعي يتقري عليه الملف واستفاد بيه. فطبعا عشان اتفادى مشكلة ان ملف القنوات ده ما يظبطش او كده، فانا بضطر اسحب الملف اللي موجود عندي، وكمان اسحب الفلاش اللي موجود عندي على الجهاز عشان لو حصل مشكلة ارجعه تاني باليو اس بي، اركب الفلاشة اللي انا سحبت عليها الملفات وابدأ احطها على الجهاز بتاعي يرجع زي ما كان. ازاي اعمل الطريقة ديت؟ ده اللي هنشوفه معانا في الشرح. تمام. مبدئيا لازم يكون معاك فلاشة، ومن الافضل انك تفرمت الفلاشة ما يكونش عليها حاجة تانية. تمام. هتبدأ تركب الفلاشة في الجهاز. هنركب الفلاشة بتاعتنا في الجهاز. بعد كده اما نركب الفلاشة في الجهاز، تمام، هنخش على القايمة من الداخل. طبعا القايمة اول ما هتبدأ لك كده، هيجيب لك التركيب، هتبدأ انت تتحرك ماشي لحد ما تدخل على تحديث البطاقة USB. هتخش انت على تحديث البطاقة عشان تعرف تسحب الملف والفلاش، يعني لازم توصل للمكان ده على الرسيفر عندك. على حسب القوايم او حسب نمط الرسيفر اللي عندك هتبدأ تخش على القوايم زي ما انا قلبت قدامك كده، وتوصل لتحديث البطاقة USB، وهتبدأ تخش عليها. تمام. هتبلك الوضع اللي قدامنا ده، هنخش عليه نضغط اوكي، فتح لي القايمة ديت. بس دلوقتي ظهر لي حاجتين قدامك اهم، حاجة اسمها تحميل الدي بي والعلامة الزرقاء، وحاجة تانية اسمها تحميل فلاش كامل وجنبه اف اي في اللي هو فيفوريت، اللي هو زرار موجود عندنا في الريموت بتاعنا. طيب انا دلوقتي عايز اسحب ملف القنوات، هعمل ايه؟ هضغط على الزرار الازرق اللي موجود عندي في الرسيفر اللي هو مديني اللون بتاعه تحت قصاد الكلمة بتاعت الدي بي. هتلاقي مكتوب عندك تحميل دي بي والعلامة الزرقاء، هتضغط على الزرار الازرق وتستنى. قالك نجاح عملية التسجيل. تمام. طيب مفيش حاجة بانت قدامه في القايمة؟ لا، انت لو طلعت بره عملت رجوع كده ودخلت تاني هتلاقي الملف بان قدامك، هو الدي بي دوت بي اي ان اللي هو صيغة الملف بتاع ملف القنوات. طيب دلوقتي انا عايز اسحب الفلاش كامل بالملف القنوات بالسوفت. انا كده سحبت ملف القنوات، هسحب فلاش كامل مدمج معاه فيه الاتنين. اعمل ايه؟ هضغط على فوفرت من الريموت بتاعي زي ما هو مديني تحت في القايمة، بيقول لي تحميل فلاش كامل، ومديني الكتابة اللي هي موجودة عندي في الريموت. لو دورت عليها هتلاقي نفس الكتابة المكتوبة عندك، نفس الحروف هتلاقيها مكتوبة على زرار في الريموت بتاعك، دور عليها هتلاقيها مكتوبة زرار الفوفرت. هتضغط عليه وتستنى، هيقول لك نجاح عملية التسجيل. برضو نفس الخطوة
لو ما ظهرش قدامك هتعمل اكزيت رجوع وترد تخش تاني على الفلاشة، تمام، هيبان لك الفلاش فايل اللي هو ملف الفلاش اللي انت سحبته، تمام، وايه والدي بي اللي هو ملف القنوات، مساحة ملف القنوات قدامك اهوت 489، وده مساحة ملف القنوات عموما بتبقى بالكيلو بايت، تمام. بعد كده الفلاش قدامك اهوت باين اللي هو ملف السوفت اللي انت سحبته 8 ميجا، لان فلاشة الجهاز اللي احنا بنسحب من عليه ده فلاشة 8 جيجا اللي هو معالج سان بلاس 15 12، تمام، دي الفلاشة بتاعته 8 ميجا. بكده يا جماعة نكون خلصنا الشرح بتاعنا، أتمنى تكونوا استفدتم، الموضوع سهل جدا ما فيهوش أي صعوبة. لو عندك أي مشكلة سيبها لنا في كومنت في التعليقات تحت وإحنا هنرد عليك. أتمنى تكونوا استفدتم، أشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله. ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. أشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.